سراج ناصر. يا شيخ أحسن من كتم. معايا أنا نواف قاري وخالد عبد المنان. آخ الواحد ما صدق على الله كده يريح ويرجع يمارس هواياته القديمة، الرسم بالألوان الخشبية. هذه متعة الحياة، الواحد يرسم له صورة كده فيروزية عشان يضبط مزاجه. الجوال أنا ماني عارف فين حاطه بالصوت، وهناك شكله مشبوك في الشاحن. يا ناصر اللي في كل وقت يطلع لي. ألو، إيش في بلا في شكلك؟ فجعتني، إيش عندك من مصيبة؟ خلاص انت حتسمع لي اسمي انا سراج. ايش تبغى؟ مضمض مين يا واد؟ انت ما اختلصنا من مقمق يطلع لي مضمض؟ ايش تطلع عادي؟ موضي بنتك انت سميتها مضمض يا بويا، يعني مقرن سميته مقمق وعادي مضمض؟ ايش بها بسلامتها؟ فجعتني. جا عريس ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله، والله فيك الخير يا ناصر انك بتاخد رأي، بس يعني ما شاء الله كم عريس جاه؟ جاه عبد الله وجاه ماجد وممدوح، هذا ايش اسمه العريس ده؟ ايمن. وايش بك تقولها بقرف كده؟ ايش بو ايمن ولد جيراننا؟ ايش بو الواد مرة من احسن ما يكون، دائما اشوفه في الصف الاول في الصلاة ويساعد الناس، وياما ياما ام ربيع ترسله يجيب لنا مقاضي، ما بيقصر الواد. يا واد ايش بك انت من يوم ما نجح مشروعك وتغير حالك؟ يعني شوية الخمسة ستة الاف ريال دي اللي جاتك مكسب خلاص غيرتك؟ ايش يعني مضمض يا ابويا؟ ايش يعني يا ابويا؟ يا ابويا لا توقف حال البنت. ايش يعني؟ ما احنا عارفين الفولة وعارفين هرجتها. انت عناصر اللي معروف ساكن في حي الشعبيات، يعني ما تغير حالك ومشروعك اللي ضبط معاك، ولا ايش الفرق؟ يا ابويا لا توقف حال البنت يا حبيبي، خلي البنت تنستر. يعني جاء هديك الايام عبد الله وقلت لي ماني عارف ايش فيه والراتب ضعيف، جاها ماجد قلت لي ماني عارف من اي دير، جاها ممدوح قلت للادمي ده سفرياته وشغله مو عاجبك، ايش نسوي لك؟ حتى علي المؤذن حق المسجد قلت لي لا ده عيلتهم مدري ايش فيها. يا أخي الرسول عليه الصلاة والسلام وصانا قال من جاءكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه. انت كيف؟ سراج ناصر. يا شيخ أحسن من كتم. معايا أنا نواف قاري وخالد عبد المنان.